اليوم حلقتنا التحدي لا غيرك، طبعا هي شباب لا تسوي الله في الشباب، مشاهدة ممتعة. يحيى لو خيروك تشرب بطل بيبسي كامل ابو 500 لو ندمر وجهك بالطحين؟ تشرب بطل بيبسي، نجيب البطل مال بيبسي. اذا ما شربت لك عقاب. ما تقدر تكش. ها تستسلم؟ تستسلم؟ ايه. شباب راح نضرب راشدين على استسلامه. بصور هنا عدل. شباب على ايه المتابعين زيدون. ما جاء عدل. ندعو الله خير. شلونك محمد؟ دمر وجهك بالمعجون لو تحكي قصه. دمر وجهك بالمعجون. تعال بس كوتشي. خيروك يحيى ادمرك بالطحين لو تاكل راس بصل كامل بلا يعني بلا ما مقشر هو اكل بصل شوف رجعنا لكم شباب وجبنا راس البصل وهذا راح ياكل راس مال البصل شوف رجعنا لكم شباب لو خير لو خيروك محمد ادمرك بالطحين لو تسوي شنار 20 مره تسوي شنار يلا سلام رجعنا لكم شباب وراح نسوي 20 سناوي يلا خليكم وين المقطع. 3 4 5 6 7 8 9 12 يا كباب غسل وجهك بمعجون لو وجهك بالطحين غسل وجهك بمعجون معكم وجبنا المعجون عشان لغوط وجهي عشان مو كده وخيروك ادمر وجهك بالطحين لا تغسل بالبيبسي ادمر وجهي بالطحين هذا الطحين هذا التحدي ادمر وجهك بالطحين لو خيروك لو تشرب البيبسي جرعة واحدة لو تاكل براس بصل كامل اشرب بيبسي رجعنا وياكم لو خيروك واختار البيبسي كباب يوروك سوي شناو 20 مرة لا طق البيضة براسك 20 شناو؟ رجعنا لكم مختارين 20 شناو شاهدونا وقدروا مجهودنا اشتراك وتفعيل الجرس خليك بالبيت هنا وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبكم حط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس